على قدام، زاد لقدام، عمل الواجب الهجومي، ومتابعه جميله جدا من العرضيه الساحره بالقدم اليسرى بقدم النجم علي معلول، ومتابعه غير عاديه بقدم مدافع التونسي سيام بن يونس. عرضيه مصريه يعني التوزيعه التونسيه، يعني هدف اول في لقاءات اليوم للنجم المدلل اليوم مشاهدينا سيام بن يوسف. يتقدم المنتخب التونسي بالهدف الاول وهدف للتقدم في الدقيقه مشاهدينا 51 من عمر اللقاء. منتخب تونس يتقدم ويسجل الهدف الاول في لقاءات اليوم، في متابعه جميله للنجم سيام بن يوسف.